المشهد الأول مشهد مهين زي ما عرضناه لكم في المقدمة على الدعاية للسيسي وإزاي بتجمع الأصوات عن طريق الوجبات وأكل على الأرض، ولا كأنهم الحقيقة يعني أعزكم الله وأعزهم، ولا كأنهم حيوانات زي المشهد ده كده. الحقيقة اللي ما يجيش بوجبة بتاعة الأكل نجيبه من مقر عمله بالعافية وغصب عن عينيه يروح يعمل توكيل للسيسي، زي ما أمين منصور مديرية امبارح عمل كده بتاع بالبيس بتاع الشرقية، واللي تسربت له مكالمة صوتية امبارح بيجبر فيها المدرسين عشان يعملوا توكيلات وزعناها امبارح، أو يتم شحنهم في الأتوبيسات من المصانع وبالعافية برضو عشان يروح يعملوا توكيلات للزعيم القائد طبيب الفلاسفة، زي ما حصل مع عمال مصنع الدلتا للسكر واللي أول ما خلصوا شغلهم أخدوهم في أتوبيسات شحن كده للشهر العقاري زي ما بيوثق الفيديو ده. مصنع الدلتا اهو السكر مقبضين الموظفين ما بكرتين اهو فايمين النمر ومفايمين النمر بس بيلمونا ده كبير اهو اهو مصنع السكر كل ده كان جابد السوق على يد على يد على يد والله مقيمين على مصنع السكر يعني مفيش حاجه باينه اهو عاملين يعني شركه شغف في الطريق العام. ده اللي وثاقه العمال، مشاهد مهينه بيقابلها مشاهد تانية لبطش الاجهزه الامنيه وحاله التضييق والمنع اللي بيتعرض ليها مؤيدي المرشح احمد الطنطاوي، واللي كتير منهم وثقوا ده في مكاتب الشرع العقاري اللي رفضت التعامل معاهم.